وفات البنت كتير قوية، وفي عنا أدلة إنك عم تستخدم العنف معها. بس أنا عم قلكن إني ما عملت هيك شي، وإنت المحامي تبعي المفروض أول واحد تصدقني. يا خانم بالمحكمة ما بياخدوا بهذا الحكي، هون نحن مناخد بالأدلة أكتر. أنا عم قلك إنه أول مرة بشوف هذا الحرق بإيدها لمن إجوا جابوني لهون. شوفي مدام رفيف، إذا أنت حكيت الحقيقة الوضع رح يكون أسهل عليكي. اسمع، الحقيقة واضحة وأنا مالي علاقة بالموضوع منوب، وصدقوني كل شي عم بيصير هالبنت عم تخترعه. ليش؟ عمر أنت ليش ما حكيت منوب؟ ليش ساكت وما طلع صوتك؟ عمر أنا ما بعرف شو بدي أقول يا رفيف، يعني شفت إيد البنت وفيها حرق. عمر ما دخلني بالموضوع، بعدين شو يعني ما بتعرف شو بدك تقول؟ تقدر تقول رفيف ما بتعمل هيك شيء؟ انت كل هالسنين معي وما بتعرفني؟ انا كيف ممكن اعمل هيك شيء؟ اسمعني منيح عمر، روح احكي مع ملك وافهم هي البنت بشو عم تفكر وخليها توقف الشيء اللي عم تعمله، لانه مو معقول، رح انحط بالسجن من وراها. طيب حبيبتي خلص انا بحكي معها، بس انت لا تعصبي تمام، اهدي. نرمين سألت يلا البنت مين اللي عمل بإيدها هيك؟ يعني ما حكت لك شو القصة؟ لهلا ما قالت لك شي؟ كيف بدك يعني اسألها ياسمين؟ طولي بالك علي شوي، نحن لازم نستعجل. قومي حاولي طلعي شو فيها، عم تاكل الجاتو تبعك، قربي لعندها واحكي معها. والله مو معقول ان نترك البنت على راحتها لتحكي. انا حاولت معها مرتين بس ما رضيت تحكي، قوم حاول معها. انا بعرف اسحب الكلام، والله ما بتركها لتحكي. شوفي بعينك. اخ يا نرمين، يا ربي دخيلك هالبنت الحلوة، يا سلام يا سلام. هالبنت مثل الأميرات، شعراتها كتير حلوين، اطلعي نرمين. عم تلفيهم بالفير ما هيك؟ بس ديري بالك على حالك، شوفي كيف حرقتي ايدك بالفير. أنا كمان حرق حالي كذا مرة، كل ما لفهم بحرق حالي. وأنت هيك صار معك ما؟ لا مو هيك صار، مو أنا اللي حرقت لإيدي. اللعبة كانت عم تعمل شعرات اللعبة وانحرقت، وأنت عم تلفي شعرات اللعبة انحرقتي بالفير، مو هيك صار؟ لا ما صار هيك كمان. خلي رفيف لما سمعت إنه حكيت للأنسة وعرفت إنه عم تضربني راحت حرقت لي ايدي بالفير. ملاك خلينا نلعب انا وياكي لعبه حلوه. شوفي بيقولوا الحوامل مثل الملائكه، سمعانه بهالشي انتي؟ طلعي بعيوني منيح، طلعي لشوف ولا تشيلي عيونك. شو صار هداك اليوم؟ رجعي لهداك اليوم، شو اللي صار؟ شو صار لحتى انحرقتي؟ عمكر هي اللي حرقت لي ايدي، ليش انتم ما عم تفهموا؟ انا ما عملت شيء، خالها رفيف حرقتني، هي اللي حطت الفير على ايدي. اوف ملاك تعي كلي يا روحي، والله مو معقول تضغطي على البنت بهالاسلوب. عم يوجعك كتير؟ شوي. هي ما لازم نتركها، بكره ضروري نروح لعند الدكتور ماشي؟ بابا؟ انا انجبرت كذب عليهم. ليش؟ مشان ساعتها لخالته رفيف، وفكرت بإخواتي وما بدي اياهم يضلوا بدون أم. أنتي بنت حنونة كتير يا ملاك. يلا أجيت، لا تخاف حبيبي. أنا فكر بمصلحتها أكثر منك يا خانم، ملك رح تعيش معي وما رح تحتاج أي شيء أبدا، أنا أولى بتربيتها. بابا أنا كتير بحبك. والله مو معقول، كيف بدي أثق بهالبنت؟ كل شي حاليا حسب قرار القاضي، هو يلي بيقرر إذا بتتوقف ولا لا. كيف يعني؟ قصدك بجوز تخلوني هون؟ رح أنحط بالسجن؟ اهدي شوي لأنه هالاحتمال وارد. احتمال وارد؟ عمر
انت لسه ما حكيت مع ملك؟ معقول هلا ما سألتها مين اللي عمل بإيدك هيك عملة؟ ما في داعي اسألها يا رفيف، ملك حكيت لي كل شي صار. قالت لك أنا اللي حرقت لها إيدها ما؟ وأنت كأنك مصدقة، بدل ما تصدقني صدقت ملك. أنا أم ولادك يا عمر، معقولة كذب عليك؟ تفضلي معي. عمر عم قل لك مو أنا اللي عملتها، كيف ما عم تصدقني؟ شو يعني وقت إضافي؟ يعني هلأ رفيف بدها تضل عندهم؟ بكرة بعد المحكمة رح يبين، ما هيك؟ لو سمحت أعمل كل شي بيطلع بإيدك. شكراً كتير، تصبح على خير، بكرة الصبح بشوفك. أهلا وسهلا نرمين. عملت برك ولساتهم سخنين، قلت الأولاد بيكونوا جوعانين. بصراحة أنا ما فكرت الأولاد جوعانين ولا شبعانين، عن جد شكرا كتير لألك. شو هالحكي عمر، مو بيناتنا، الأولاد وينهم؟ بتلاقيهم جوا بغرفهم. عملت اللي قلتي لي عليه ستي، بس اجت الشرطة حطيت الفير على ايدي، كتير وجعني بس ما صرخت ابدا، ورحت قلت لهم للشرطة انه خالة رفيف هي اللي حرقتني. ماشي ستي. الشر بيخليكي تتفاجئي كتير، حتى لو طلع من طفلة بريئة ممكن يخليكي تتفاجئي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.